اهلا وسهلا فيكم ببادو تريد. اليوم عندنا شو كتير مهم، بدنا نحكي عن البيتكوين سبوت اي تي اف بالولايات المتحده وباوروبا، بدنا نحكي عن شورت بقيمه 1.5 مليار دولار على اسواق البورصه وشو تاثيره على الكريبتو، نحكي عن كثير اخبار مهمه عن عده عملات رقميه مثل ما عودتكم انا يوميا بدنا لكم اخر اخبار الكريبتو. بليز لايك اند سبسكرايب للشانل. خلينا نبلش. اول شيء البيتكوين بعدها بمسار عرضي كبير، شفنا ارتداد امبارح صعدنا شوي ورجعنا ارتداد عن هذا المربع اللي له فتره عم بقول لكم هذا مركز مقاومه، اذا كسرناه بيصير دعم ولكن اذا لا رح نشوف ارتداد منه، كل مره عم ندق فيه عم نرجع نرتد وهذا اللي صار. الامر اللي سبق كان احد اسباب الارتداد بعد الصعود اللي شفناه هو الديكسي، شفنا قوه الدولار الامريكي صعدت لنسبه كتير عاليه اللي هي 103، ما مركز مقاومه كمان ولكن صعوده اجى لاسباب بالاسواق. شو هي الاسباب؟ اجى بعد مخاوف من الصين، اول شيء عن تهاوي القروض المصرفيه بالصين، الشغله الثانيه عم يخشى المستثمرون من مشاكل بايطاع العقارات بالصين، من فتره صار ايفرغراندي، هلا في اكبر مطور عقارات بالصين عم بيواجه مشاكل، هالشيء ضعف اكيد العمله الصينيه وقوى الدولار الامريكي وشفنا صعود بالدولار الامريكي. بدنا نراقب هيدي الازمه شو بتصير، لانه اذا صارت وكبرت العالم رح يرجع على الدولار، رح يعود المخاوف بالاسواق، بده يكون له تاثير على المصارف العالميه، يعني بده يرجع الدولار يقوى والعملات الرقميه والاسهم تنخفض، لذلك ضروري نراقب هالوضع وشو تاثيره على الاسواق. غير هيك هيدا الاسبوع في القرار تبع جراي سكيل بيتكوين سبوت اي تي اف، يعني صندوق التداول المباشر للبيتكوين، ولكن على الارجح مثل ما بتعرفوا اول شيء جراي سكيل عنده محكمه مع الساك وجاري جنسلر ما رح يعطيهم شيك على بياض، اكيد رح ياجل، يعني ما حدا يقول لكم رح يتم الموافقه عليه هذا الاسبوع او اي قرار رح يكون هذا الاسبوع، رح يتم التاجيل تاجيله. هلا الشغله اللي بدنا نحكي عنها هي مع مايكل بيري. مايكل بيري يلي ما بيعرف هو احد الاشخاص يلي عمل مليارات من انهيار الاسواق العقاريه بامريكا. بال 2007 صار انهيار بالاسواق العقاريه، هو عمل لحاله 100 مليون دولار ربح صافي وعمل للمستثمرين تبعه 700 مليون دولار، عفوا 100 مليون دولار له و700 مليون دولار للمستثمرين تبعه، يعني عمل كميه اموال كتير كبيره من ورا هيك، صاب عرف شغله وصابه، عنده اكثر من مره بيتنبأ باموره بيصيبها ولكن في بعض الاحيان ما بيصيبها، يعني من فتره قال انه السوق رح ينهار والسوق ما عمل اللي قاله يعني ومحي التويت تبعه، يعني مش دائما بيصيب ولكن أكثر المرات بيصيب بتنبؤاته. هلأ شو عمل؟ عمل هو بقيمة 1.6 مليار، مش راح وحكي أنه هيك بتوقع السوق هذا اللي حيصير بالسوق، لا راح وتصرف، عمل بوتس، يعني بوتس عم بيراهن أنه السوق بده يهبط، سوق S&P 500 والناسداك بقيمة 290 مليون دولار وبقيمة 740 مليون دولار، هيدول 93% من البورتفوليو تبعه، يعني مآمن بشكل كتير كبير انه الـ S&P 500 والناسداك رح يهبطوا بشكل كتير كبير، وهيدا خطر كتير، يعني مراهن بكل ثروته تقريبا 93% من البورتفوليو تبعه مراهن على هالأمر، 1.6 مليار دولار كمية مال هائلة. هلا هالشي اكيد وقت واحد يعمل هالأمر اول شيء يا بيعرف شيء بس او ما بقى او يمكن هو مراهن على امر معين ان شايف اشياء معينة. شخصياً اللي فترة بقلكن الناسداك والأس أم بي 500 أنا برأيي لازم يعمل تصحيح، وتصحيح بالناسداك والأس أم بي 500 رح يؤدي لتصحيح بأسواق البيتكوين والكريبتو، حكي هالموضوع بأكثر من 10 فيديوهات إذا بتلاحقوني بتشوفوها هالموضوع، ولكن اللي لفت لي نظري أول شيء في أمرين يصير، معقول يصيب هو ويكون معه حق والسوق رح يهبط، الشغل الثاني معقول يتم تصفيته يتم حرقه ويخسر أموال 93%، ولكن ما بعتقد شخص بفوت ب 1.6 مليار دولار مراهنة بلا ما يكون عامل دراسة كتير عميقة، خاصة شخص مثل مايكل بيري. الشغلة الثانية اللي لفتت لي نظري انه نانسي بيلوزي عم نشوف عدة اعضاء من السياسيين بامريكا اللي دايما بتعمل تداول وبتربح اموال كتير كبيرة، ما اكتر اقل مرات هيك عاملة عم بتبيع عم تعمل سيل اوردرز البيع او مراهنة انه السوق يهبط اكتر مما هي مراهنة عنه السوق يصعد، يعني مش بس مايكل بيري كمان أعضاء من سياسيين بأمريكا اللي عادة عندهم معلومات داخلية عم يعملوا هالشي. كل هالأمر صراحة لفت لي نظري لازم ننتبه عليه وشو بده يصير، ما حدا بيعرف 100% شو بده يصير، ما عم قلكم روحوا بيعوا ولا لا، أنا عم قلكم شو صار ومين هو مايكل بيري
ايام بيصيب وايام ما بيصيب، يعني مش دايما بيصيب. ولكن وقت صاب عمل مليارات الدولارات، ملايين الدولارات، ولازم نراقب. 1.6 مليار دولار، هاي كمية هائلة من الأموال، وشو رح تعمل بالفومو؟ هلأ هو عملها مش هلأ، هيدي عملها 30 جون، يعني إلى شهر، ما بنعرف إمتى بده يسكر البوت تبعه، يعني بدنا ننتظر ونشوف إمتى رح يسكره، قد رح يطول بالموضوع ولا لا. كل هالأمور بتعمل تأثير فيه. من ناحية صراحة أي هبوط بالمجال حاليا رح يكون فرصة. ليه فرصة؟ بالنسبة إلي لأنه لا، كلنا بنعرف بلاك روك رح تدخل داخل عالسوق من الباب العريض، وعم قدمت على سبوت اي تي اف، وعلى الارجح بوقت من الاوقات، يمكن هالسنه يمكن سنه الجاي، بده يتم الموافقه على البلاك روك بيتكوين سبوت اي تي اف، وهالشيء رح يساهم بالصعود. يعني اذا شفنا هبوط بالاسواق، وانا اللي فتره بقول انا بحس شخصيا، ماني ما في شيء مؤكد، ما حدا ولا محلل في اكد لكم 100%، شخصيا بقول لازم الاس ام بي 500 والنازلك يعملوا تصحيح، وهالشيء رح يعمل ريفلكشن على البيتكوين. ما برأيي رح نروح لقاع جديد أكثر من مرة إلى، ولكن لازم نعمل تصحيح مع الأسواق كبيتكوين وككريبتو هشيك. ولكن بعدها رح يبلش الصعود على البيتكوين سبوت ETF بعد ما تم الإعلان عنه، ولكن عم بيتم الإعلان عن عدة ETFs عالميا. هلأ أوروبا أول بيتكوين سبوت ETF بأوروبا تم القبول فيه من قبل جاكوبي أسيت مانجر، هيدا أمر كتير كبير، سبقوا أمريكا عليه، يعني كمان يمكن يدخل أموال على السوق خلال أوروبا. قد الأموال ما حدا بيعرف 100%، ولكن هذا أمر مع الوقت رح يكون إيجابي. إذا فاتت أمريكا تعمل بيتكوين سبوت ETF، أكترية بلدان العالم صار عندها سبوت ETF، منبلش نشوف سيولة أكتر وأكتر بمجال الكريبتو. غير هيك هدارة، شفنا صعود قوي لهدارة أو هيتش بار على عقب فيد ناو. هي فيد ناو مثل نظام مالي أمريكي عملوه، مثل عملة ثابتة للبنك المركزي، ولكن عملوا مثل كولابوريشن، او صار فيهم العالم تستخدم هدارة بيست دروب، يعني صار في استخدام لهدارة داخل الفيد ناو، وهالشيء ساهم بصعودها بشكل كتير كبير. ولكن ما بنصح حدا يفوت فيها هلا صراحة، اذا بتطلعوا على الاوفر سولد او الاوفر بوت، صار باوفر بوت بمسافة كتير كبيرة، يعني تم هلا صعدت بشكل كتير كبير، لازم تعمل تصحيح. سنة بمراحل خطر كتير كبير إذا بتدخلوا فيها هلأ صراحة، ما بنصح حدا يدخل فيها هلأ. دايما بقلكن منبيع بالأوفربوت ومنشتري بالأوفرسولد، هيدي أفضل استراتيجية. حكيكن عن هذا المؤشر المجاني أكثر من مرة صرت. غير هيك شيبا إينو عم نشوف حرق، عم يزيد الحرق بالشيبا إينو، وخاصة على عقب الشيباريوم اللي جاي. الشيباريوم عم بيعمل بولش مومنتوم، يعني معقول كتير، عم بيقولوا في دفع صعودي لشيب أسعار الشيبة بحسب عدة محللين. وحتى أعلنوا عن تاريخ تقريبا الشيباريوم، إعلان كوكوين حطت تقريبا الشيباريوم رح يتم إطلاقه بين 15 و16 الشهر، يعني بين اليوم وبكرة بتوقيت أمريكا رح يتم إطلاق شيباريوم. صراحة شفنا صعود للشيباريوم، أنا برأيي رح تعمل تصحيح. عادة في مثل بالكريبتو بيقول buy the rumor sell the news، يعني بيع الخبر سوري اشتري الخبر بيع الحدث، لانه بعد الحدث بعد ما يتم اطلاقه انا برايي رح تعمل تصحيح على هالامر. ما رح يفوت عليها مليون مستخدم بشكل مباشر، بدها وقت لتبني هالامر، بدها تعمل تصحيح وبعدين بنمشي بمسار عرضي قبل ما نكمل. اخر شيء بدي احكي عن باينانس. باينانس رح تقيم عملات اس ان ام، سيرم منصه مركزيه على سولانا ويفاي، هدول ثلاث عملات رح تشيلهم تقيمهم عن الادراج منصه باينانس. هذا كل شيء أنا عندي لليوم، إن شاء الله انبسطتوا بالفيديو، إذا انبسطتوا اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب للقناة، والحقوني على تويتر وتليجرام، وأنا بشوفكم قريباً فيديو جديد وماركت أبديت جديد. Thank you.